سيت ان اسي جورناليستيك انا نعتبره، فيه زاد الجانب الادبي وكل الجانب البحثي والجانب التاريخي، اما فيه الجانب الشخصي، فما وجهة النظر الذاتية اللي شخصيا نعتبر اللي في جماعة تحت السور. علي الدعاجي يعتبر من أبرز الكتاب ومن أبرز المثقفين اللي كانوا موجودين وقتها، واللي عنده ربما حاجة زايدة عليهم اللي هو تقريبا كتب في النوع في الأنواع الأدبية الكل. يعني علي الدعاجي اللي هو كتب في القصة، في المسرح، في الأشعار، في الغناء، فما غنايات معروفين لليوم نسمعهم كتبهم هو. دونك تقريبا هو الوحيد اللي كان متفرد ما بين جماعة تحت السور، ومن هنا جاء الجانب الذاتي في أني نكتب على علي الدعاجي. المنهجية المتبعة هي محاولة فتح نافذة على زوز عقود نعتبرهم مهمين في تاريخ تونس، اللي هما العشرينات والثلاثينات، من خلال أعمال علي الدعاجي. دونك هو الكتاب صحيح اسمه في متاهات متون علي الدعاجي، أما ريالمون هو علي الدعاجي وكتاباته ما هم إلا مدخل لقراءة في السياقات الأدبية والتحركات السياسية اللي كانت موجودة في تونس في العشرينات وفي الثلاثينات. الخيط الناظم هو وضعية المثقف والكاتب، على خاطر علي الدعاجي وقت اللي كتب انطلاقا من سياقات يعيش فيهم هو. الكتاب مقسم تقريبا، فما مقدمة وفما مجموعة من الفصول. المقدمة الفصل الأولاني حكيت فيه على علاقة علي الدعاجي بالمكان، وبديت بعلاقة علي الدعاجي بالمكان على خاطر منها هي باش تحدد علاقته بمختلف الأنواع الأدبية اللي كتب فيها وحتى بالصحافة، على خاطر كان فما نعرفوا اللي كان فما هيمنة استعمارية، كان فما ضغوطات حتى مجتمعية على في فرض مجموعة من القيم اللي كان علي الدعاجي واللي معاه كانوا رافضينها بطريقة مباشرة. أترافير الفصل الأولاني هذا اللي يحكي على المكان، باش ننطلقوا نحكيه على علي الدعاجي الصحفي، علي الدعاجي الأديب، علي الدعاجي اللي يكتب الأشعار الغنائية ويكتب المسرح حتى المسرح الركحي والإذاعي. علاش مهم المكان لهنا؟ خاطر السياقات اللي يتحرك فيهم المثقف عموما في تونس هي سياقات تحدد نحب ولا نكره النوع ولا طريقة الكتابة متاعه. علي الدعاجي التجأ إلى السخرية في الأدب، أما زاد السخرية في الصحافة، رغم عمره ما كتب الصحافة الجاد، كتب كان عمل حتى جريدة السرور، كتب الصحافة الساخرة، على خاطر كان فما أول حاجة الرقابة، وثاني حاجة الرقابة مزدوجة. هذا اللي نحب نفسره، إنه كانت فما رقابة مزدوجة، مش كان الصدام مع الهيمنة الاستعمارية كهو، أما كان زاد فما الصدام مع المجتمع. حاولت نعمل قراءة موازية لكتير باراليل للفترة هذيك مع الفترة اللي نعيشو فيها تو، ولقيت اللي ولا استنتجت انه اللسان الصليط والسخرية اللي موجودة كانت عند جماعة تحت السور الكل وخصيصا عند علي الدعاجي، نجم نشوفوا بعض الملامة عندها في الناس اللي بدأت تكتب في اللي بلوك في عهد بن علي تقريبا من 2007-2008 حتى اللي صارت الثورة وبعد ما بعد الثورة. ولاحظت انه نفس الاسلوب كانت وقت اللي كل ما يضغط كل ما يقوى ضغط السلطة كل ما تزيد السخرية، كل ما يزيد الالتجاء للسخرية. ولهنا نعرف مليح اللي تقريبا في وقت بن علي كانوا فما زوز انواع أدبية ولا صحفية اللي ماشيك، فما المقالات الساخرة ولا ستاتيو جنرالمون، ولا ما كانش فما فيسبوك، كانوا فما لي بلوك وكانوا فما الكاريكاتير. دوك نستحضر مثلا كتابات ومقالات توفيق ممريك اللي أما عن في السخرية من بن علي، يكتب حتى قصائد ترجمت لبرشا لغات وكانت سخرية من بن علي. لهنا ما حاولتش نعمل إسقاطات الحقيقة على الفترة اللي عاش فيها علي الدعاجي بالمقارنة للفترة اللي عاشوا فيها الناس هذوما الصحفيين التونسيين اللي عاشوا من 2008 حتى ما بعد الثورة. ما حاولت نعمل قراءة فيها، نحاول نرصد العناصر الموجودة في كل فترة. ما الاستنتاج هو انه كل ما يقوى الضغط في تونس كل ما المثقف يلتجئ للسخرية، حتى اذا كان مثقف ما يسمى مثقف جاد. يعني حتى نشوفوا مع علي الدعاجي كانوا فما ناس اخرين حكيت عليهم في الكتاب معروفين بالجدية نتاعهم، ولكن وقت اللي تحك ركب كما نقولوا بالدارجة كانوا يلتجئوا للسخرية. هو علي الدعاجي سبب من الأسباب كما حكيت لك بكري، من الأسباب الذاتية اللي خلتني أكتب عليه، إنه عمل كل شيء باش يحاول يغير في العقليات، على خاطر بالحق يعتبر انه هالكاري اللي يصوروا المجتمع المربع اللي يتحرك فيه المثقف ما لازمش يخرج منه، كان رافض هو المساله من اساس. هل وفق والا لا؟ حسب رايي بالقراءه اللي نعملها لم يوفق في ذلك، خاطر
كانت فما مشكلة متاع تقبل المنتوج اللي قدمه دعاجي والكتابات اللي قدمها دعاجي، على خاطر مثلا كيف نشوف المسرح لأسباب بديهية، يعني كيف نشوف المسرح ما كانش الناس كل عندها أكسي باش تمشي تتفرج في المسرح، ما كانش الناس كل عندها راديوات في الديار باش تمشي تسمع باش تسمع المسرحيات الإذاعية، وما كانش الناس الكل زادة تقرأ التوانسة، ما كانوش يقروا باش يقرأوا الصحافة الساخرة. حسب رأيي وين وين الذكاء نتاع الدعاجي، وين الاهميه نتاع الاعمال نتاعو، هو انه كان عندها تاثير بصفه ما بعد، يعني من بعد ما مات علي الدعاجي والكتابات نتاعو يجي مثلا شخص اشخاص كيما توفيق بكر، عز الدين المدني اللي يحققوا الاعمال نتاعو ويجمعهم في اعمال كامله، ونجي بعد انا شخص مولود في وسط التسعينات نجي تو نحكي على اعمال علي الدعاجي ونشوف ونخزروا له بالعين هذيك كيف نعملوا قراءه تاريخيه نشوفوا اللي وقتها كان عنده بالحق كان شخص، اما هو للاسف معنا تعرف مليح منال اللي علي الدعاجي الدليل اللي ما كانش عنده تاثير انه هو مات وحده، وانا حكيتها في الكتاب عاش على الهامش ومات على الهامش، يعني وكان عنده العديد من الاشكاليات، مش كان هو جميع الناس اللي كانوا موجودين في في جماعه تحت السور، يعني التاثير ما كانش تاثير فعلي في المجتمع، كان فما محاولات للتاثير، وامام الفشل نتاع المحاولات هذيك ربما هي اللي خلات علي دعاجي ينطوي شويه في اخر حياته، ويحسوا حتى ويحس حتى بالمراره نوعا ما، وهذا مشكل هو حتى قبله ابو القاسم الشابي. ابو القاسم الشابي تعرف ليه الابيات نتاعو اللي كان غاضب على الشعب التونسي في مرحله من المراحل. هو كان ما جاش فما عز الدين المدني وتوفيق بكار واللي هما تقريبا الاعمال نتاعهم ولا الخدمه اللي خدموها على علي الدعاجي والفتره هذيك الكل انا اعتمدتها بصفه كبيره برشا في الكتاب نتاعي. كان ما جوش هذوما زوز راهو ما كانتش ما وصلوناش نحن كقراء في 2023 2024 ما وصلوناش قراءه كتابات علي الدعاجي، عمره ما كتب كتاب، كانوا كانت ديما كتابات متناثره، دونك اي انا نعتبر اللي علي الدعاجي من الناس اللي محظوظين نحن انه فما ناس عملت مجهود مره اخرى باش لمت الاعمال نتاع علي الدعاجي منال، وحاجه اخرى الدليل على انه مش يعني خسرنا برشا انه فما برشا اعمال ما كانتش موجوده، هذا حتى حقه سي توفيق بكار، كانت فما برشا اعمال كتبها علي الدعاجي في مختلف الانواع الادبيه اللي ما وصلتناش اليوم خاطر اندثرت ومشيت ضاعت، واهمها على الاطلاق اللي هي الروايه، يعني السيد كتب في كل شيء، بقات كان الكاز نتاع الروايه طلع اللي كتب رواية اسمها شارع الأقدام المخضبة، وحسب كلام سي توفيق بكار وسي عز الدين المدني يقولوا اللي الرواية هذه ضاعت مالوريزمون ما هيش موجودة، فللأسف مغيب في إجابة على سؤالك مباشرة مغيب في المدونة الأدبية، وأنا ختمت الكتاب باستطراد، هو ما هوش فصل كامل أما استطراد على ما كانت علي الدعاجي اليوم. انا شخصيا قريت علي الدعاجي في المكتب بنص يتيم نتفكره تقريبا في المرحله الاعداديه، نعتقد انه يستحق اكثر من هذا علي الدعاجي، على خاطرني شخصيا ككاتب وحتى كصحفي يعني نميل اكثر مع علي الدعاجي وجماعه تحت السور والبشير خريف ضد محمود المسعدي، مع انه الناس هذوما يكونوا هما الموجودين وهما اللي تسلط عليهم الضوء كما تصار مع محمود المسعدي، ما يسالش خلي يصير مع الناس هذوما، على خاطر نمشيو في مقارنات ديما نحن نحكيو على السورياليست السورياليين في فرنسا والحركة السوريالية، نحكيو على البيت جينيريشن في أمريكا شوف ما بعدهم علينا، ونحن عنا ناس اللي كانت متأثرة بالحركة هذه وخلقت حركة فيها طابع تونسي، حركة أدبية سياسية فيها طابع تونسي، فأي مغيب إلى اليوم علي الدعاجي في المدونة الأدبية التونسية.